السلام عليكم يا دكاترة. أكيد لازم نفتكر الفارماكولوجي، عشان كده هنعمل كبسولات طبية تفكرنا بأهم حاجة في الفارماكولوجي اللي ممكن تفيدنا بعد كده واحنا بنكتب الروشتات. بالنسبة لنا في أول جزء الأبزوربشن هنهتم بمجموعة معينة أو 4 نقاط مهمين جدا واحنا بنكتب الأدوية. أهمها إيه؟ أول حاجة بالنسبة لنا إن احنا كلنا عارفين إن الموست امبورتنت بالنسبة لنا في الأبزوربشن هو الجي اي تي، وبالذات جزء الانتستين. لو احنا اعتبرنا ان الموتاليتي في الانتستين مهمة قوي في الابزوربشن اوف ذا دراج، لازم نعرف ان الدايريا بتفقد كتير قوي من الابزوربشن اوف دراجز لو احنا هندي اورال دراج. فاخد بالك تعالج الدايريا قبل ما تدي تريتمنت او تدي كونكوميتنت تريتمنت للدايريا لو انت عايز تبتدي تعالج في واحد عنده دايرية، لان اغلب الدراج اللي هيحصل منها ابزوربشن هيبتدي تقل. او لو انت ماشي البيشنت بتاعك على اورال دراج وحصل له دايرية، لازم تعالج الدايرية لان انت هتفقد الافيكاسي اوف اورال دراجز. دي اهم نقطه. ندخل على النقطه الثانيه. النقطه الثانيه، لو انت عايز تحافظ على السيروم كونسنتريشن اوف يور دراج، لازم تبتدي بحاجه مهمه جدا، ان انت تبقى الدراج بتاعك بعيد عن اي كومبلكس فورميشن. يعني ايه؟ يعني الدراج ما ينزلش بايند مع اي حاجه. ايه اكتر امثله للبايند؟ كوليستايرامين من اكتر الحاجات اللي هيبايند يور دراج وتقلل الافيكاسي بتاعته. دي تاني معلومه. ثالث معلومه بالنسبه لنا ومهمه جدا، ان انت لازم تاخد بالك من حاجه سخيفه جدا اسمها افلوكس، اسمها الافلوكس ترانسبورتر. احنا في شغل الترانسبورتر مش بنهتم كتير، لكن مع الافلاكس ترانسبورتر اللي هو بي جلايكوبروتين بدأنا نعرف ان اغلب الدراجز ممكن ما تديش افكاسي. لو اغلب الدراجز مش تدي افكاسي، لو انا سبت البي جلايكوبروتين يشتغل على الدراج بتاعي ويعمل له افلاكس خارج الانتيرو سايت، لان ده بيقلل جدا جدا امتصاصه. وعليه تاخد بالك بقى ان ممكن الدراج اللي انت بتديه يعمل انهبيشن. زي مين؟ زي اشهر دراج بتديه في الهايبرتنشن، الا وهو الفرابامين. الفرابامين من اكتر انهبيتور للبي جلايكوبروتين، وعليه بعد كده هيخلي اغلب الدراجز اللي انت بتديها هيزود الكونسنتريشن بتاعها. فلو سمحت تاخد بالك من التوكسيستي. حاجه مهمه قوي بقى هتنساها في الروت اوف ادمنستريشن، الا وهي ان الروت اوف ادمنستريشن بيعتمد ان انت توصل الانجكشن للانتراماسكولار. لو كنت في الجلوتيس ماكسيمس، خد بالك لو سبتينس تيشو كتير خالص، يبقى الابره الملي ونص دي، السنتي ونص دي، مش هتوصل للمسلز. عشان كده لازم تدي ديب انتراماسكولار، او في واحده اوبيس خالص تدور على اذر سايتس فور انتراماسكولار عشان تحصل على الايفكت.